500 دولار والبنك في زيهم كده يبقى معاكو 1000. عادي جدا انها تحصل في صفر. واحد اتنين تلاتة الله. تم اختطاف السفارة الامريكية واحتجاز رهان يا فندم. ايام ادميرال حافظ البرديسي مانجر اوف سكيورتي اوف سكيورتي يا فندم. انا قلتها يا ابني. انت هتولدي هنا. حسين عبد السلام مين اللي معايا ولا مش حسين عبد السلام مين؟ مين عصام الشوالي؟ بلطو مين ده؟ والله العظيم تلاتة انا مش دكتور. انا هزق انت تسحب. بس لازم تبقى موجود عشان ممكن وانا بزق الولد يفوت يجي في عين حد يجي في حد. هو لو اتولد طفل في السفاره هياخد الجنسيه؟ احنا دوله قانون اتفضل بس هيظل القضاء شامخ. اتفضل اظبط نفسك يا عبد الفتاح انت بتكلم مدير الامن. اهلا اهلا سعاده باشا. بنتك ايه بقى عبد السلام حامل؟ حامل بس والله العظيم من جوزها. البنت اللي لسه فيجيتيريان بيتقال لها يا انسه بالباسبور اللي انت معلمه خايف لايتوه منك ده. انا اموت انما عيالي لا يا حسين. انا خبير استراتيجي في التفاوض. قولي انتوا عايزين تروحوا امريكا ليه؟ احنا نعوذ بالله من غضب الله شمال. انا مش خايفه عليا انا خايفه عليك انت. معاك رئيس الوزراء. قدامك 30 ثانيه من ساعه ما يبدا الكلام. استاذ جورج قرداحي؟ لا مش جورج قرداحي. انتوا عملتوا فيه ايه يا حافظ؟ وشك منفخ ليه يا فتاح؟ انت عارف بقى درس العقل لما يتخلع. مهما كنا مختلفين عمرنا ما كنا هنأذي عيالك. لو حد اتحرك من مكانه هموته. انا خايف على مصر. مفيش ولا راجل هنا عشان يبقوا بني ادمين. قول لهم انا مش خارج من هنا غير يا اولادي على كتافي يا ظهري على الخشبه. ما كنت طلبت كباب ولا هنبقى بنقلد ولا ايه؟ حطها تاني.